ذهب عريسا في سفرة شهر العسل، ثم عاد شهيدا. عباس ذو 30 عاما استشهد في القصف التركي على قضاء زاخو بمحافظة دهوك، رحلة سفر تحولت إلى فاجعة. فعباس تزوج قبل نحو أسبوع ليشيع ببدلة زفاف زوجته بدل العلم. الأول على دفعته مهندس مدني طالب ماجستير، راح هناك يقضي شهر العسل، وصار القصف التركي هذا اللي جريمة، يعني شنو، مو قليلة كلمة جريمة، قتل في وضح النهار. والله ما حد مصدق، لا أمي ولا أختي ولا أني ولا جماعة كليتي، هاي قبل 5 أيام نفس الوجه نفس اللقاء كليتنا عوسنا، بعد ما حد مصدق، ونفس الوجه هسه وجهت قاعد تقال الفاتحة، ما حد مصدق. رحل للسياحة عباس، لكن عائلته لم تعلم أنها الرحلة الأخيرة، مجزرة بحق السائحين جعلت المفجوعين لم يستفيقوا من هول الصدمة بعد وهم يتحدثون. شنو ذنبنا؟ شنو ذنبي أنه يستشهد بعد 6 أيام من زواجه؟ يمكن ذنبنا الوحيد أنه عراقيين. تتفاجئ أنه تلقاه مستشهد بعد عرسه ب5 أيام 6، يعني هنا الكارثة الكبرى، أنه امرأة ترملت، أهل فقدوا ابنهم. إلى مقبرة السلام زف شهيدة مع 8 شهداء آخرين، أما زوجة عباس فسجلت في قائمة الجرحى بعد إصابتها نتيجة القصف. يشيعوه إلى مثواه الأخير بفاجعة حلت على عائلة عباس كما حلت على بقية عوائل الشهداء، بقصف ينتظرون في قباله موقف من الجهات المعنية لكتابة النهاية له. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.